أنت ما عم تخليني أعمل أي شيء، وقبل ما أعمل أي شيء أنت عم تسبقني وتعمله. طمن، أنا منيحة، يعني ما في داعي لحتى تدللني. أنا عم بعمل الشيء اللي طلب مني الدكتور إني أعمله. أنت لسه ما تحسنتي، والدكتور قال إنه بدك شوية وقت. لهيك لو سمحتي قدام ريحي حالك واعملي مثل ما عم قلك بالضبط. ولأمتى رح تضل تدللني كل هالقد؟ أنت لا عاد تفكري بهدول الشغلات هلأ قدام. طيب وأمتى رح توقف عن هالشي؟ لا تخافي، لما أشوف إنك صرتي منيحة رح وقف لحالي عن هذا الشي. هاي بس قدام، أنت ليش متضايقة؟ ليلي شو جاي على بالك؟ أنا رح نفذه فورا. ليلي عن جد؟ قصدك تقول إنك أنت رح تعمل كل يلي بقلك عليه؟ إيه أكيد، قولي شو بدك. أي شي؟ إيه أي شي. بصراحة ما بعرف، بس حاسة إنه رجلي عم يجعوني كتير. هاتي. لحظة، شو عم تعمل أنت؟ شبك قدام؟ تركني، أنا كنت عم بمزح. أنت زوجي، ما بصير تعمل هيك. ليش ما بصير بقى؟ مين قال إنه الرجال ما بيقدر يدلك رجلين مرته؟ لا مو لازم، تركني. بس المرة فيها تدلك رجلين زوجها. إيه لا، هذا الحكي مانو منطقي. بلا هالحكي منطقي، وترك رجلي. ما بصير تعمل هيك لأنه هالشي قلة احترام. لا بالمناسبة أنا ماني منيحة، وأنت لازم تسمعني. لهيك لا، أنت لساتك عنيدة كتير قدام. أنت عملتي شغلات كتير كرمال هي العيلة، واليوم إذا كلنا بأمان فهذا الشيء بفضلك أنت. ليش شو عملت؟ أنت ضحيتي بحياتك مشاننا قدام، وما طلبتي شيء بالمقابل. لهيك اليوم بصفتي أنا زوجك وبصفتي رفيق قريب عملت لك تدليك لرجليكي. شو الغلط بهذا الشيء ليلي؟ يلا مديهم. لا يا أكشات قدام، مدي رجليكي لقدام. خلص يا أكشات، انسى الموضوع، بكفي. أول شيء أنت بتكون زوجي، وتاني شيء أنت أكبر مني، وما بصير اللي أكبر مني يعمل لي تدليك لرجلي. استني دقيقة، أول شيء أنا ماني أكبر منك بكتير. بعدين أنت عم تحكي وكأنك جاي من العصر الحجري. تاني شيء، من وين سمعتي إنه الرجال ما بيصير يهتم بمرته ولبي احتياجاته إذا هي ما نقدرانة؟ لما تحكي بهي الطريقة بخاف إنك ما رح تتحسني أبداً. معناته سكتي وتركيني أعمل لك تدليك وحاولي ترتاحي. بس سيدهي فوتي، ليش واقفة؟ أكشات، أنا عملت رز وعدس مشان قدان. ما كان في داعي، أنا كنت رح أعملها. أنت عملت كتير شغلات، لهيك أنا كان بدي ساعدك شوي. وبالمناسبة عملت هالأكلة على حسب تعليمات الدكتور بالضبط، فيك تطعميها إياها بدون أي تردد. شكرا لك. تفضل. ليش مبين على سيده إن مزعوجة؟ شو ممكن يكون فيه؟ سيدهي شو عم تعملي؟ مثل مو شايفة قدان. ليش انتي اجيتي لهون؟ انتي شبك؟ ليش عم تضبي ثيابك؟ قليلي، اول شي وقفي بك يا حبيبتي. تعالي عادي. ليكي سيدهي، أنا حاسة بشو أنت عم تمري فيه، وبعرف كمان يا سيدهي شو هو الحزن يلي بتمرق فيه المرأة بالوقت اللي بتفقد فيه زوجها. بس قليلي شغلة، إنك تتركي هذا البيت هو حل لمشكلتك؟
أنا ماني زعلانة لأني خسرت زوجي يا جدان. بصراحة عم أبكي هلأ على حالي كيف صارت وعلى حظي هذا السيء. طيب أكشات عمل كتير شغلات مشاني، خلى أخوك أنتو الصغيرة ومرته يبقوا هون، وفوقه هو أعطانا الحب والاحترام وساعدنا لنلاقي شغل لبار. بالمقابل زوجي شو أعطى؟ غلط بحقه، مو بس غلط، أنا كمان غلطانة. بعرف إنه أكشات ما رح يقول أي شيء، بس الحقيقة يا جدان إنه لو أنا أجيت لعندكن وحكيت كل شيء عن بارب ما كنا واجهنا هاي المشاكل. بس أنا ما استرجيت إلكن أي شيء لأنه خفت زوجي بارب يأذي أخي الصغير كونان. أنا بعرف إنه بارب رح يتحاسب بالمحكمة، بس أنا ما بستاهل ضل بهذا البيت ولا حتى بستاهل إنه تحبني هالعيلة يا جدان. بس يا سيدي ليش ما بتستاهلي؟ بالعكس أنت بتستاهلي. ولا تنسي كمان أنك أنت تجرأتي تعارضي بارف، تجرأتي تحكي ضد زوجك قدام العيلة عن الشغلات السيئة يلي عملها ضدهم، وهي معنا شغلة صغيرة يا سيدي. أنت كان فيكي تحمي زوجك، بس أنت اخترتي توقفي مع الحق، وصدقيني هذا البيت بيتك مثل ما هو بيتنا. ليش لحتى تروحي؟ وإذا فعلاً بتعتبريني أنا وأكشات من أفراد عيلتك معناته ما رح تروحي. وعديني يا سيدي إنك رح تضلي. يلا بقى وعديني. بعدك ما رح روح لأي مكان. جدان أنا بدي أقولك شي، أنت إنسانة واعية ومتفهمة بالنسبة لعمرك الصغير، وبتعرفي كيف تخلي العيلة مع بعضها. الناس غلطانين لما بيقولوا أنك ما بتقدري تعملي أي شي. بدك خبز ولا فطاير البطاطا؟ عاملين فطاير بطاطا؟ حماتي أكشات عمل فطاير البطاطا خصوصي لإلك. كتير حلو. هلأ كل مدينة إندور بتعرف أنه جدان جيندال بتحب فطاير البطاطا كتير. يلا بسرعة خلصي هدول الفطاير، بعدين أنت لازم تشربي الحليب. لا لا لا، الدكتور طلب منا أنه أنت لازم تتغذي منيح. ما بحبه. لهيك خلصي البطاطا واشربي الحليب. ما بدي، ما رح أقدر أشرب حليب. خلص أكشات، رح أكل فطاير البطاطا لأني بحبهم، وكمان كل القطط بتشرب حليب، الأبوات ما بيشربوا حليب. رح أكل فطاير